أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه House on Haunted Hill، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. بيبدأ الفيلم بإفلين يلي بتكون قاعدة بالبانيو وعم تتفرج على التلفزيون، وبيكون طالع برنامج عم يحكي عن حريق صار سنة 1932 بمصحة للأمراض النفسية، واللي كان صاحبها اسمه الدكتور فاهناكت. وبيقولوا إنه هذا الدكتور كان سفاح وكان يحبس المرضى ويجرب عليهم عمليات جراحية صعبة وهنن صحيانين، وكان يعذبهم بالكهرباء، لحد ما اجا يوم قدروا المرضى يطلعوا من الحبس تبعهم، وتجمعوا على الدكتور فاهناكت وعباقي الدكاترة، والممرضين يلي بيشتغلوا مع الدكتور فاهناكت وانتقموا منهم اشد انتقام وقتلوهم. بعدين صار حريق بالمكان وكل الموجودين وقتها ماتوا محروقين، ومن وقتها المكان تسكر وصاروا العالم يقولوا انه مسكون. وبعد ما تسمع إفلين البرنامج بتقول انا عرفت وين رح اعمل عيد ميلادي، وبتتصل بزوجها السيد برايس، وبيكون مشغول وبتقول له انها قررت تعمل عيد ميلادها بالبيت يلي على الهضبة، وهذا بيكون نفس البيت المسكون يلي سمعت عنه بالبرنامج. وبتقول له انها تركت له قائمه باسماء المدعوين على مكتبه، وبتقول له يبعث لهم الدعوات مشان يحضروا عيد ميلادها، وبيقول لها ماشي. ولما بيصل على المكتب بيشق الاوراق يلي كاتبت له فيها اسامي المدعوين، وبيكتب هو اسامي من عنده، وبيبعث لهم دعوات وبيطلع من المكتب وبيترك الكمبيوتر شغال. بس فجاه بتصير شغله غريبه، وبتنمحى الاسامي يلي هو كاتبها وبينكتب بدالها اسماء لا هو بيعرفهم ولا هي، وبتنبعث لهم الدعوات. وباليوم المحدد لعيد الميلاد بيصلوا المدعوين للبيت يلي على الهضبة، وبيستقبلهم بريدجت واللي هو بيكون صاحب المكان، وبصيروا يسألوه عن برايس يلي بعت لهم الدعوات بدون ما يعرفهم، وبيسألوه إنه عن جد حيعطي كل واحد فيهم مليون دولار مثل مكاتب بالدعوة يلي بعت لهم إياها؟ فبيقول لهم بريدجت إنه هو كمان ما بيعرفه، وإنه بس إجا واستأجر منه هذا المكان، وبيقول لهم إنه فيهم يفوتوا ويسألوه شو ما بدهم. بوصلهم بريدجت وبيضل واقف على الباب وخايف يفوت لجوا، وبيفوتوا هنن وبيستغربوا انه ما في حدا غيرهم هن الاربعه، وبيلاقوا المكان شكله مخيف. بعدين بتصل إفلين صاحبه عيد الميلاد، وفجاه وهي واقفه بيوقع عليها السقف، بس بيقدر ينقذها واحد من المدعوين. وبيصل زوجها برايس وبيصيروا يتخانقوا، وبتتهمه انه هو يلي وقع عليها السقف مشان يخلص منها، بس زوجها بينكر وبيقول لها انه اكيد البيت المسكون هو السبب، وبيقول لها يا ريت تكوني انت اول ضحايا الليله. وبيكونوا المدعوين واقفين ومستغربين يلي عم يصير، وبيقولوا انه ما لهم دعوه فيهم اثنين متزوجين وعم يتخانقوا، وانه لازم يركزوا على المهم واللي هو المبلغ يلي كان كاتب لهم اياه بالدعوات. وبيكتب لهم برايس اربع شيكات، كل شيك بمليون دولار، بس بحط شرطه هو انه يضلوا الليله بالبيت، واللي بيضل عايش منهم لتاني يوم هو يلي حياخذ الشيك، بس اللي حيموت حيخسر. بعدين بيقاطعهم بريدجت وبعيط على برايس وبيطلب منه مصاري مشان يمشي، وبيحاول برايس يقنعه ويقول له انه ممكن يكتب له هو كمان شيك بمليون دولار ويضل معهم لتاني يوم، بس بريدجت بيرفض وبياخذ الشيك تبعه من برايس وبيمشي. وفجاه بيسمعوا صوت عالي وبيلاقوا انه البواب والشبابيك عم تتسكر ببواب حديد، وبيركض بريدجت لعند الباب قبل ما يسكر، بس ما بيلحقوا بينحبسوا كلهم بهذا البيت المسكون. وبيكون بريدجت خايف كتير ومنهار، وبصير يحاول يفتح الباب وبيجرح ايده، فبيركضوا لعنده كلهم وبصيروا يحاولوا يهدوه ويصيروا يحاولوا يفهموا منه يلي عم يصير. فبيقلن انه في جهاز تحكم بيقفل كل البواب من ايام المصحه القديمه، وانه الدكتور فاهناك تتخلص من مفتاح جهاز التحكم لما صار حريق بالمصحه سنه 31، ومن وقتها البواب انقفلت وكل الموجودين ماتوا محروقين ما عدا خمس اشخاص، وهن يلي قدروا يهربوا قبل ما تتسكر الابواب. وبيسالوا بلاك بورد الدكتور انه ليش ما حدا من الخمسه يلي عاشوا ما صلح جهاز التحكم المسؤول عن قفل الابواب، فبيقول له انه ابوه كان واحد منهم وكان بده يصلحه بس ما لحق لانه البيت المسكون ما تركه وقتله. وبشكوا الكل انه بريدجت عم يخرف وما حدا بياخد بحكيه، وبيفكروا انه ممكن ينزلوا على الغرف يلي تحت ويدوروا على جهاز التحكم مشان يقدروا يفتحوا الابواب، بس قبل ما ينزلوا بيدوروا على شيء يحميهم، وبيلاقوا صندوق فيه اسلحه وكل واحد فيهم بياخد مسدس. بعدين بينزل بريدجت مع ايدي وجينيفر لتحت، وبيكون المكان شكله مرعب وريحته بشعه وبيشبه المتاهه، وبعدين بيشوفوا برايس واللي بيصير يدور معهم، وبيضلوا ماشيين سوا لحد ما يفترقوا، وبصير بريدجت مع برايس وجينيفر مع ايدي. بعدين بتشوف جينيفر سلاك كهرباء مقطوعين، وبتصير توصلهم ببعض وبتشغل الأضوية بالمكان يلي هنن فيه. فبيسألها ايدي مين انتي، وبيقلها يا ريت ما تكذبي علي مثل ما كذبتي عليهم، وبيقلها انه ما في مديرة تنفيذية بتقدر توصل سلاك كهرباء مثل ما انتي وصلتيهم. بتتضايق جينيفر انه عرف حقيقتها، وبتقول له الافضل انه نكمل تدوير بدل هذا الحكي يلي بلا طعمه، بس بعدين بتقول له معك حق، انا مالي جينيفر، وبتقول له انها اسمها ساره وهي المساعده تبعه واستلمت الدعوه، ولما شافت المبلغ يلي عليها اجت لهون لانها محتاجه مصاري. وفجاه بتطلع وراها وما بتلاقي ايدي، وبتلاقي حالها لحالها وبتصير تناديله بس ما حدا بيرد. وفجاه بتشوف حدا بيشبه ايدي عم يمشي، فبتلحقه وبتشوفه فاتحه غرفه فيها حوض كبير كله دم، وبينط ايدي بقلبه، وبتصير تصرخ وبتركض مشان تنقذه، وبتمد ايدها لجوا الحوض مشان تسحبه، بس بدل ما هي تسحبه بصير هو يشدها بقوه لقلب الحوض. وفجاه بتلاقي ايدي فات لعندها على الغرفه
فبتنصدم لما بتشوفه وبتعرف انه اللي جوا الحوض مو ايدي، وبتصير تحاول تسحب ايدها وبيساعدها ايدي وبيطلعوا لبرا، وبيفكروا انه اللي صار مقلب من مقالب برايس. وبهذا الوقت بيجي برايس وبيقولن انه كان مع بريدجت عم يدور على جهاز التحكم. فبيقولن بريدجت انتو كيف ما فهمتوا لهلا انه هذا البيت مسكون، وانه الارواح الشريره هي اللي عم تحاول تاذينا واكيد حتقتلنا كلنا. وهنن عم يحكوا بتروح ميليسا لحالها لتستكشف المكان ومع كاميرتها، وهي عم تصور بتشوف بالكاميرا الدكتور فاهناكت وهو عم يعمل عملية لمريض مربوط بالتخت وجنبه الممرضين تبعه. ولما بتنزل الكاميرا بتلاقي الغرفة فاضية وما فيها حدا، فبترجع وبترفع الكاميرا مرة تانية وبتشوف نفس المنظر. وفجأة بتلاقي الدكتور فاهناكت واللي معه اطلعوا عليها وكأنهم شافوها وهي عم تصورهم. وفجأة رفقاتها بيسمعوا صوتها وهي عم تصرخ، وبينزلوا فورا ليدوروا عليها بس ما بيلاقوها، وبيلاقوا الكاميرا تبعها على الأرض والأرض كلها دم، وبتكون ميليسيا أول ضحايا البيت المسكون. فبيخافوا وبيحسوا انه حكي بريدجت صح وبيصيروا يدوروا على مخرج وبيفترقوا كلهم. بعدين بيلاقوا الكهرباء عم ترف وبيجتمعوا ليعرفوا شو يلي عم يصير، وبيصلوا على غرفة الصدمات الكهربائية وبيلاقوا إيفلين محطوطة على جهاز الصدمات، وبيحاولوا يقطعوا الكهرباء وبيفكوها. بيفحصها الدكتور بلاك بيرد وبيقيس نبضها وبيلاقيها ماتت، وبيتوقعوا انه برايس هو يلي عمل فيها هيك مشان يخلص منها. فبياخذوه وبيحبسوه بمكان كان يستعمله الدكتور فاهناكت بعلاج حالات الانفصام، وبيخلوا الدكتور بلاك بيرد يوقف على الباب ويراقبه، وبصير يشوف برايس صور عم تمشي بسرعة مع أصوات مزعجة، وبيفقد توازنه وبيفقد وعيه وبيوقع على الأرض. بعدين منشوف إيدي وسارة وبيكونوا عم يدوروا على مخرج، وبيلاقوا مكتب الدكتور فاهناكت. بيفوتوا عليه وبيشوفوا صورة إله هو والأشخاص يلي كانوا يشتغلوا معه وتحت أسمائهم. بيستغربوا لما بيلاقوا أسمائهم فيها تشابه مع أسماء المدعوين على الحفلة، وبيستنجوا إنه البيت هو يلي بعت دعوات لقرايبين الفريق الطبي يلي كان مع الدكتور فاهناكت. وبيفوت عليهم بريدجت وبيقولن إنه من الواضح إنه الدعوات انبعتت لقرايبين الأشخاص الخمسة يلي هربوا من الحريق يلي صار من زمان، وكان من ضمنهم والد بريدجت. بعدين بيروح الدكتور بلاك بيرد لعند إيفلين وبيعطيها إبرة وبتفيق، وبيطلعوا متفقين إنه يمثلوا إنها ماتت مشان يتهموا برايس بقتلها بوجود شهود. وبصير الدكتور بيقلها إنه شاكين ببرايس إنه هو اللي قتلها، فبتقول له إيفلين إنه لازم حدا تاني يموت مشان الكل يصدق إنه برايس هو القاتل ويتخلصوا منه. وفعلا بتقتل إيفلين الدكتور بلاك بيرد، ولما الباقيين بيشوفوا جثته بيتوقعوا انه برايس هو يلي قتله لانه هو كان اللي عم يراقبه وهو محبوس. وبتروح ساره لتتاكد اذا برايس لساته محبوس ولا هو يلي قتل الدكتور بيرد، وفجاه بيطلع لبرايس وايده كلها دم، فبتخاف منه ومن رعبتها بتقوصه بالمسدس. ولما ايدي وبريدجت بيسمعوا صوت اطلاق النار بيركضوا بيلاقوا ساره واقفه ومصدومه وبرايس على الارض وبيحاول يهدوها وبياخذوها معهم. بعدين بتجي إيفلين لتتاكد انه زوجها انقتل، ولما بتقرب منه بيطلع عايش وبورجيها انه كان لابس ستره ضد الرصاص، وبيمسكها وبيزتها على الأرض وبيلاقي في شي عم يتحرك على الأرض باتجاهها، وبتحاول تهرب بس ما بتلحق، وبتمسك الأرواح يلي بالمكان وبتسحبها، وبتلاحق الأرواح برايس وبصير يحاول يهرب وبيصل على باب وبصير يخبط عليه ليفتحوا له. ولما بيفتح بريدجت الباب بيكون برايس تخبى وبتسحب الأرواح بريدجت. بسكر برايس الباب وبصير يحاول يهرب من الأرواح، وبيقول لأيدي وسارة إنه البيت فعلا طلع مسكون ولازم يهربوا قبل ما تصلهم الأرواح، وبصيروا يركضوا. وبعدين بيصل برايس لغرفة التحكم وبيقدر يشغل جهاز التحكم وبينفتح شباك بالغرفة وبيناديلهم وبيقولن إنه لقى مخرج. وفجأة بتكون الأرواح قريبة من سارة، بس برايس ببعدها وبينقذها من الأرواح بس ما بيقدر ينقذ حاله وبتسحبه الأرواح. بعدين إيدي وسارة بيقدروا يطلعوا من الشباك وبيلاقوا ظرف تحت الشباك بيفتحوه وبيلاقوا الشيكات يلي كتب لهم إياها برايس ليلي حيضل عايش منهم، وبيكونوا هن الاثنين يلي عاشوا وربحوا مبلغ 4 مليون دولار. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.